f de x تاعنا اللي مدونا هي من شكل x زائد 1 يعني 1 x زائد 1 قسمه 1 x زائد 2 زائد 2 واش دير هنا باش تلقى النتيجه المشتقه بالنظر دير جدال تاع السهم هذا السهم هذا النازل ناقص السهم الصاعد هاك يعني السهم اللي هابط ناقص اللي طالع اذا f دو x واش تساوي ها واحد هاي تفاصيل واحد في اثنين نقصرو واحد في واحد ها لكن خفت تغلط هذه اسمها بالحاسبة المهم انا ما تغلطتش وخلاص على اكس زائد اثنين كل مربع النتيجة كم تساوي اثنين ناقص واحد اثنين ناقص واحد كم واحد قسمة اكس زائد اثنين كل مربع هذه الفكرة مش راح تديك خلاص بالوقت يعني توصل المستوى وندير لك مثال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ابنائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله نكمل مسائل الاشتقاقية نتناول اليوم دالة درجة أولى قسمة درجة أولى بجميع أسئلة متعلقة بها نبدأ على بركة الله f دو x تساوي x زائد 1 قسمة x زائد 2 df تساوي r ما عدا ناقص 2 ما عدا ناقص 2 ناقص 2 هنا تمثل قيمة ممنوعة ومعناتها تمثل مقاربة شاقولي السؤال الأول تعيين نهايات دالة f عند أطراف df إذن دي اف تساوي ناقص ما لا نهاية ناقص 2 اتحاد ناقص 2 زائد ما لا نهاية توجد أربع نهايات الحساب بجوار زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية النهاية هنا هي نهاية أكبر أس ليميت x تؤول إلى ناقص ما لا نهاية f دو x تساوي ليميت الكسرة x زائد 1 قسمة x زائد 2 x تؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي ليميت x قسمة x أكبر أس على أكبر أس x تؤول إلى ناقص ما لا نهاية النتيجة ماذا تساوي 1 بعد الاختزال ليميت f دو x لما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي نفس الشيء ليميت x تؤول زائد ما لا نهاية دالة x زائد 1 x زائد 2 تساوي ليميت x تؤول إلى زائد ما لا نهاية x قسمة x ماذا تساوي 1 لتذكر بجوار ما لا نهاية النتيجة رقم ما هو تفسيرك الهندسي التفسير الهندسي هنا y يساوي 1 معادلة مقاربة أفقية إذن كتفسير هذا هو الاستنتاج بعدا الاستنتاج هو بعد تفسير الهندسي مقصود به تفسير هندسي إذن ماذا نقول هنا إيغراك يساوي واحد معادلة مستقيم مقارب أفقي الله موازي أو إكس لسي إف بي جوار زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية دركا بجوار ناقص 2 بجوار إكس يساوي ناقص 2 إشارة المقام تهم هنا قلنا ناقص 2 تعدل من المقام إحنا ما نقدرش نقسمه على الصفر إشارة المقام تهمني x زائد 2 اين تنعدم عند ناقص 2 الاشاره هنا عكس نفس معناتها تجيب التناوب كما سهلنا من قبل هنا عندي الاشاره زائد هنا راح تكون ناقص وهنا واش تكون زائد هذه اذا السهم هذا على نعينوه لتعين اشاره الصبر اذا ليميت
f de x, le mot x égal il a, narsnein, yasa. Tu sais, limite x égal il a, narsnein, yasa, delà. X, z, wad, x1, z, snein. On dit le hisseb. Alors, البسط اين يقول ناقص 2 عوض برك ما تقولش نهايه تكبر اس على اكبر اس هضرنا فيها من قبل هذه لان النهايه بجوار رقم صغير ماشي بجوار رقم كبير اذا لهنا نهايه البسط ماذا تساوي تساوي ناقص 1 ناقص 2 زائد 1 فيها ناقص 1 وهنا ناقص 2 زائد 2 كم تساوي تساوي الصفر ما هي اشاره الصفر على اليسار يسار هذه هي هذه هنا الصفر تاعنا سالب الناتجه ماذا تساوي ناقص ناقص على ناقص يخرج زايد زايد ما لا نهاية ليميت اكس تساوي الى ناقص 2 يمين دي اف دي اكس ليميت اكس تساوي الى ناقص 2 بقيمه اكبر اكس زايد 1 قسمه اكس زايد 2 نعيد الحساب البسط ناقص 1 المقام اشارة المقام برك تتبدل إشارة المقام هنا صفر موجب على اليمين الإشارة هنا يمين ناقص 2 إشارة هنا صفر موجب النتيجة مادام قرص هنا صفر هنا النتيجة تجي ما لا نهاية ناقص على الزائد ماذا تساوي تساوي ناقص واش قلنا من قبل التسيير الهندسي قلنا القيم الممنوعة تشطب تشطب واش تمثل الناس تمثلنا مقام شاكولي إذا الاستنتاج الاستنتاج x تساوي ناقص 2 معادلة مستقيم مقارب شاكولي والله موازي او y اي سي اف فقط هذا فيما يتعلق بحساب النهاية والاستنتاج السؤال الثاني السؤال الثاني دراسة اتجاه التغير دراسة اتجاه التغير زي جدول التغير اتجاه تغير دال اف وجدول التغيرات قلنا اتجاه التغير يعني الدالة المشتقة الدالة المشتقة وإشارتها وإشارتها شوفوا هنا جماعة حذاري ثلاث مرات هو الخطأ في نتيجة المشتقة يعني الصفر الخطأ في نتيجة المشتقة يعني الصفر معناتها الدالة بكل راح تصور لك هنا عندي أفكار من ذهب لضمان صحة النتيجة مهما كانت طبيعة الدالة اللي راح تطيح لك في الفاك يعني نقول لك النتيجة تاعك صحيحة ولا غلطة هذه تعلموها مع الوقت اليوم نبدا لكم الأفكار من ذهب تاع الدواء الناطقة تاع الدواء الناطقة مهما كانت طبيعتها إذا نشوفوا الساعة الطريقة العادية F قابلة للاشتقاق على DF للتذكير ذكرنا جماعة بالقانون تاع مشتقة دالة كسرية مشتقة دالة كسر تذكر تذكر هذا هو القانون انتم اللي تخدموا به في مشتقات دوال كسرية مشتقة دالة كسر اف على جي فتحة ماذا تساوي مشتقة البسط مضروبة في المقام ناقص مشتقة المقام مضروبة في البسط قسمة المقام مربع هذا هو القانون اللي يخدموا به مشتقة الدوام القصرية شوف هنا بتعبير رياضي مشتقة دالة كسر تساوي مشتقة البسط مضروب في المقام ناقص مشتقة المقام مضروب في البسط قسمة المقام مربع هنا بات تحط القانون بشكل صحيح وما تغلطش في طرف اخرى اكتب هكا بسط وهنا عندي مقام 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 من بعد بسط يعني الطرف هادو اللي في ثلاثه يجيو متشابهين اللي في النص هادو يجيو متشابهين تحط فيهم المقام تبدا بالبسط وتخلص به فهمها هكا صح هنا اختار تسحي ديها البسط اختار تسحي ديها المقام هذا ما كان صح اذا بالنسبه للمشتقه هنا مشتقة هنا بالفكرة من الذهب من المفروض نلقاوها واحد على x زائد واحد مربع دوك نهضر لكم على الفكرة هذه إذا هنا واش نكتب FSR 2x تساوي مشتقة البسط
مشتقة البسط. ها نحطو الخدمة السهم، اكتب هكا قوس في قوس حتى تعلم، ناقص قوس في قوس قسمة قوس مربع. قانون هذا راح نسقطوها للدالة هذه. إذا هنا نكتب إكس زايد واحد، ها نستعمل الألوان باش تبان برك الخدمة. هنا المقام إكس زايد اثنين، إكس زايد اثنين، إكس زايد اثنين، خي هادو في ثلاثة جاو متشابهين. وهنا واش نكتب إكس زايد واحد. من بعد نحطو الخدمة مشتقة، اختارتها يديها البسط، واختارتها يديها المقام، سمعت الزوج خدمات خدمناهم. هذا يجمع بديت كمان هكا بالصفر حتى تتعلم مليح، كي تتعلم مليح غاتجي تسقطوها، مازيدش تحط الخدمة هذي، صح؟ إذا الناتجة، ما هي المشتقة تاع إكس تساوي واحد؟ مشتقة واحد صفر ما تكتبهاش، هنا ما تخدمش خلاص، عوض برك. إكس زايد اثنين، عاود تكتبها برك، ناقص، هنا مشتقة إكس ماذا تساوي؟ تساوي واحد، مشتقة اثنين واش تساوي صفر ما تكتبهاش، هنا إكس زايد واحد. هادي نعاود نكتبوها برك، قسمة إكس زايد اثنين مربع، المقام نخليوه هكا متنشروهش، باه من بعد كي ندير إشارة دراسة الإشارة تجي الخدمة سهلة. إذا هنا واحد في القوس يخرج القوس إكس زايد اثنين، ناقص هذا لي تسحم فيه زوج، هذا لي، ناقص إكس ناقص الواحد، قسمة إكس زايد اثنين الكل مربع، هادي تلغى مع هادي، الناتجة اثنين ناقص واحد كم تساوي واحد قسمة إكس زائد اثنين كل مربع. ها المشتقة تاعنا، هادي هي المشتقة تاعنا، واه سي بون صح. قلت لكم قبيل كنت عرفت المشتقة مسألة بكل تعلموا جماعة أفكار من ذهب. هذا هو الهدف من سلسلة البديهية العلمية للرياضيات، لازم تتعلم تتحقق من صحة النتائج بالأفكار من ذلك. ركز، هاك في كلام ده رقم واحد. التحقق من صحة النتيجة، فكرة من ذلك. هذه يا جماعة صالحة للنموذج هذا، دالة درجة أولى قسمة درجة أولى، صح؟ ها واش دير هنا باش تلقى النتيجة بالنظر، يعني ما تشوف تلقاها. شوف الدالة تاعك انت، إف دو إكس تاعنا اللي مدونا هي من شكل إكس زايد واحد، يعني واحد إكس زايد واحد قسمة واحد إكس زايد اثنين، زايد اثنين. واش دير هنا باش تلقى النتيجة تاع المشتقة بالنظر؟ دير جدال تاع السهم هذا، السهم هذا النازل ناقص السهم الصاعد، هاك، يعني السهم اللي هابط ناقص اللي طالع. إذا إف تاع دو إكس واش تساوي؟ ها، واحد هاي بتفاصيل واحد في اثنين نقصرو واحد في واحد. ها، لكن خفت تغلط، هادي اسمها بالحاسبة، المهم أنا متغلطليش وخلاص. على إكس زايد اثنين كل مربع، النتيجة كم تساوي؟ اثنين ناقص واحد، اثنين ناقص واحد كم؟ واحد، قسمة إكس زايد اثنين كل مربع. هذه الفكرة مش راح تديك خلاص الوقت، يعني توصل المستوى كون نزيدك دوك مثالين ولا ثلاثة تولي مع تشوف بعد تلقى النتيجة، مع نكتب لك الدالة تقول لي مشتقة راهي قدها راح تجي. هذا هو المستوى اللي لازم توصل له. دوك أنا باه ندعمك الساعة مليح لهنا، 70، ومن بعد نكملو في المخ. هاي ثبت الفكرة، صح؟ مثلا كنت ندير مثال هذا، إف دو إكس تساوي تلاتة إكس زايد واحد قسمة إكس زايد اثنين، زايد اثنين، والشقة تاعنا ها واش راح تجي؟ راح تجي تقول تلاتة في اثنين نقص لها واحد في واحد، ثلاثة ضرب اثنين ناقص واحد ضرب واحد قسمة إكس زائد اثنين مربع. كم تساوي؟ ستة ناقص واحد كم تساوي؟ خمسة قسمة إكس زائد اثنين مربع. نزيد مثال واحد آخر، إف دو إكس واش تساوي؟ تساوي مثلا اثنين إكس زائد أربعة على ثلاثة إكس زائد
واحد مثلا ما هي الدالة المشتقة؟ FSH 2X تساوي السهم النازل واش عندنا؟ 2 ضرب 1 ناقص السهم الصاعد اللي هو 3 في 4 ناقص 3 ضرب 4 قسمة 3 x زائد 1 الكل مربع. النتيجة عندك هنا 2 ناقص 12 ناقصنا كم تساوي؟ ناقص 10 قسمة 3 x زائد 1 الكل مربع. خلاص هكا الفكرة من دابا بدينا تلبسناها، يعني وصلنا للمستوى نشوفوا الدالة ونقولوا لك المشتقة هي قد تخرج. صافي نكمل دركا إشارة صورة. نرجع للمسألة، مشتقة تاعنا واحد قوس مربع. نرجع للمسألة وجدنا FSH دو إكس تساوي واحد قسمة إكس زائد 2 كل مربع. هذا النوع من الدوال نقولوا من الدوال الرصيبة، يعني إما متناقصة تماما أو متزايدة تماما، يعني ما تلقاش متغيرة. إذا إشارة صورة، إشارة صورة قال هنا من أجل X ينتمي إلى تي إف زوج نقاط. النتيجة هذه واحد قسمة X زائد 2 الكل مربع. واش رايك في الإشارة صحة؟ إشارة صحة مش بديمة. المقام على خلينا هكا به اسمها الإشارة صحة، أنا متهنيين من هذه جات مقام وديما موجب. سما نتا بازي غير البسط، البسط لا كان خرج موجبة، موجبة لا خرج سالبة سالبة. إذن هنا الكسر هذا موجب، معناه المشتقة موجبة، إذن إف متزايدة تماما على دي إف، هذا المكان، زايدة تماما على دي إف. جدول التغيرات، كما في الإمثلة هادو يا جماعة، هذه موجبة تسمى متزايدة، هذه موجبة متزايدة، هذه سالبة تسمى متناقصة. هادي بان تثبت لك المعلومة مليح. صح جدول التغيرات تا النوع هذاك كيجي ها هو جدول التغيرات. جدول التغيرات نحطو هنا قيم إكس إف تسعة دو إكس إف دو إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. القيمة الممنوعة يا جماعة كيقول لنا كبير عند ناقص 2 ناقص 2 تمثل لنا تاع الشريرة جدار مباشرة. ها إشارة المشتقة واش هضرنا عليها خي موجبة، إشارة المشتقة موجبة تحطها هنا زائد زائد. كي تعود المشتقة تاعك موجبة تسمى السهم هنا يجي تحت يجي طالع هاك، تسمى الدالة تاعنا واش بها متزايدة، وهنا ثاني نفس الشيء الدالة متزايدة. سي بون فاهمين يا جماعة؟ كون ترجعوا للنهايات، كون ترجعوا للنهايات بجوار ناقص ما لا نهاية، زي ما كانت النتيجة تاعنا خير لقيناها، نقدروا نسترجعوهم، لقيناها أكبر أس على أكبر أس خير خرجت لنا واحد، بجوار زائد ما يساوي لقينا واحد، لكن تشفاو على اليسار، على اليسار تاع ناقص 2 لقيناها زائد ما لا نهاية، وعلى يمين ناقص 2 واش لقيناها ناقصة ما لا نهاية. معناتها لا يوجد تناقض في الجدول، يعني من واحد نطلع القيمة أقصر منه زائد ما لا نهاية صحيح، ومن ناقص ما لا نهاية يطلع الحاجة أقصر من هذه هي الواحد. وكثير تقول كاين تناقض وكثير يولي الجدول تاعك يعني غلط، كون هنا مثلا تخرج لك من واحد تطلع من ناقص ما لا نهاية ماشي نورمال هذي غلط، وكون جات هنا من زائد ما لا كون هنا خرجت لك زائد ما لا نهاية تطلع، ديجا في زائد ما هيك ما عندكش من زيد تطلع، زائد ما لا نهاية تطلع الواحد ماشي نورمال هذي ثاني. سما يوجد تناقض في الجدول. نعطيك معلومة هنا من واحد زائد ما لا نهاية ما هي إشارة إف، هنا هنا إشارة إف موجبة، المعلومة هذي نحتاجوها بزاف في الباك، موجبة من ناقص ما لا نهاية طلعت للواحد، يعني من حاجة سالبة طلعت لحاجة موجبة، سما عديت على الإنعدام، سما عديت على الإنعدام، سما دير في حسابك بلي الدالة إف هنا راهي تنعدم عند رقم معين دوك نهضرو عليه، دوك نهضرو عليه، مفهوم؟ هذه هنا ديما دير حسابك، سما هنا الإشارة راح تكون عندنا ناقص، وهنا واش راح تكون عندنا زائد، نهضر على الإشارة تاع إف. أوكي، السؤال اللي وراه، السؤال اللي وراه واش قالك؟ قالك عين نقاط التقاطع مع المحاور، التقاطع
خمسة سؤال ثلاثة مع المحا و شوفوا جماعة فكرة تسقط مع المحا هذه سهلة ما تحفظهاش ركز تسقط مع المحا كيف فهم جيد تحفظهاش هذا خير Y وهذا X دوكا نسال النقطة كيسعو تنسامي المحور الفواصل وشو الحاجة اللي ما عندهاش عندها إكس بصح ما عندهاش إيكغيك تسمى إيكغيك ها معدوم إيكغيك صحة يساوي صفر والإيكغيك يا جماعة خير هو بمثابس إكس بمثابس إف دو إكس تسمى إف دو إكس يساوي صفر عاود هنا يتقاطع مع لي زيكس تسمى إيكغيك ما عندناش إيكغيك معدوم تسمى إف دو إكس معدوم وهنا وهنا تقاطع مع إيكغيك تقاطع مع إيكغيك هذه النقطة واش اللي ما عندهاش الحاجة اللي ما عندهاش تسمى إكس ما كانش إكس يساوي صفر على هذه هنا واش لازمنا نربط ديالنا نحسبوا اف صفر اف صفر ماذا تساوي انتظر هذه ماذا بكم ثبتوها تسمى تقاطع مع حرف ديما فهمها بالعكس مع او اي كريك يعدم اكس مع او اكس يعدم او اي كريك باختصار صح اذا تحط الدالة تاعك ها هي f de x تساوي x زائد واحد قسمة x زائد 2 نحطوا العلامين تاعنا تقاطع هو نبداو بالحاجة السهلة مع مع او y واش معناتها معناتها نعدم x هاي مع او y نعدم x هاني نكتبها لك نفكرك x يساوي صفر واش معناتها معناتها راح تروح تحسب لي f صفر f صفر واش تساوي هاك تفصيل صفر زائد واحد تقسيم صفر زائد اثنين ماذا تساوي واحد على اثنين ها نقطة تقاطع يا جماعة هذه هي نقطة تقاطع مثلا هذه النقطة صفر واحد على اثنين تعبر عليها قال سي اف يقطع ها او ايكغيك في نقطة ا الأ هذه شو الإعداد ديالها صح صفر واحد على اثنين انتهى دوكا مع او اكس بطريقة مماثلة مع او اكس ها نعدم خي ايكغيك ايكغيك تاعي ها ما كانش ايكغيك ما كانش اي اف دو اكس اف دو اكس يساوي صفر واش معناتها معناتها الكسر يساوي صفر اكس زائد واحد تقسيم اكس زائد اثنين يساوي صفر معناتها الفوقاني هو اللي يساوي البسط يعني معناتها اكس زائد واحد يساوي صفر ما معناه معناتها اكس يساوي كم ناقص واحد ناقص واحد من هنا راح تخرج لي النقطة بي من هنا تخرج واش النقطة بي البي تاعنا البي ما هي إحدى ثلاثة هاو إكس ساك ناقص واحد و إيكغيك ساك هاو صفر ما معناه معناتها نكتب سي إف ديما نطلبو واحد كيما هكا يقطع أو إكس في بدل النقطة قال بي بي إحدى ثلاثة ناقص واحد صفر ناقص واحد صفر ها هو نقاط تقاطع مع المحاور ها سؤال في رايكم وشو النقطة اللي نقدر نحطها هنا في بلاصة علامة الاستفهام يا ترى الا ولا البي يعني النقطة اللي ترتيبها للاف تاعها معدوم للاف تاعها معدوم هاي اللي النقطة اللي الاف تاعها معدوم هاي اف تساوي صفر اسمها النقطة بي اسمع علامة الاستفهام هنا هذه واش يجي في بلاصة في الحقيقة ناقص واحد وهذه واش تناقض ما كانش تناقض علاه خير يجي الرقم ناقص اثنين وبعد وراه ستة يجي ناقص واحد بعد وراه يجي ناقص واحد هذه هي النقطة بي نقطة بي صح فهمناها هذه يعني يا جماعة هنا ثاني إلا كان تحبون نعاونكم لا تولي تطلع شوية في المستوى تقاطع مع المحاور أنا واش ما نقولو لا تقاطع مع او ايكغيك او ايكغيك كيجي كشاقولي هك او ايكغيك حطيت البلاصه هكا شاقولين يعني غطى اكس مع ايكغيك غطى اكس تسمى النقطه الناتجه هذا اكس اللي غطيتو هو صفر والايكغيك تاعك واش يساوي يساوي نص صفر نص يعني بالفكره هذه من هنا نجيب كثر نقاط تقاطع صفر نص مع وتقاطع مع او اكس حطيت البلاصه هكا حطيت البلاصه هكا عدم هذا اللي فوق اكس زائد واحد يساوي صفر الواحد نقلو هنا نقولوا هنا واش راح تلقى تلقى ناقص واحد ناقص واحد صفر ها ناقص واحد صفر هذه بس تطلع شويه في النيمون سي بون قالك استنتج السؤال الرابع استنتاج
سينسي جدول إشارة. جدول إشارة ماذا؟ جدول إشارة F. إشارة F أنا حضرناها ديجا هاي. عاود نقلها برك، عاود نقلها في جدول صحة. جدول إشارة F. السؤال الرابع. جدول إشارة F دو إكس. ركز معايا اللي ما فهمش جدول إشارة F. شوف معايا. هنا نعرف نقول له هنا شوف إشارة F ضد هاكا جولة قاعد تمشي فوق السهم هاك. هنا يعني عندي سهم تحسو الإشارة شو زايد ومن بعد خزي تجي صهشارة ومن بعد وش راح تجي إشارة ناقص ومن بعد إنعدام ومن بعد الزايد. هاي الشي اللي درتو عبارة عليه. شوف معايا هنا لي زيكس ما تكتب لي والو السهم هاك. وش عندك أنت؟ وش اللي قلتلي؟ قلتلي عندي إشارة زايد. هاي إشارة زايد ومن بعد وش زدت لقيت في طريقك؟ لقيت صهشارة. هاي صهشارة لقينا صهشارة ومن بعد لقينا إشارة ناقصة. هاي ناقص ومن بعد لقيت إنعدام. هاي إنعدام ومن بعد تلقيت إشارة زايد. هاي زايد خلاص هكا ما تخلطش ما تخلطليش الإشارات هادو مع هادو اللي فوق. أنا يعني بالدماغ قاعد نشرح كاع الدرجة باهي المعلومة نوصلها لك. ومن بعد لي زيكس مسهلين لي زيكس. دوكا لي زيكس كوبيهم برك من الجدول. كيما هنا فوق التهشيرة وش هو القيمة اللي عندي؟ عندي ناقص 2 وفوق الضائعة هادي. هاي فوق وش هو القيمة اللي عندي؟ عندي ناقص 1. البداية هاي ناقص من النهاية والنهاية يزيد من النهاية وانت هذا الجدول ساك بكل بساطة. بكل بساطة هذه بكل ما تخلطليش الإشارات هادو مع هادو سي بون. هذه إشارة F كإضافة. ما هو التفسير الهندسي؟ التفسير الهندسي للإشارة تسمى هنايا يعني المجال هذا المنحنى وجي فوق محور الفواصل وهنا واش يجي تحت هنا يقطع وهنا واش راح يجي المنحنى فوق محور الفواصل. هذا هو التفسير الهندسي على هذه نديروا الإشارة. دوكا انا كون كي نروح نرسم ولازم نلقى الامر هذا محقق سينو رانا غالطين. بيان قال لك تحقق من صحه النتائج حسابيا. هاي شكون اللي قلنا جماعه هنا كيفاه نديرو؟ شكون اللي قلنا كيفاه نديرو؟ كندير اشاره حسابيا اشاره اف دو اكس حسابيا. الاشاره جماعه حسابيا هاي الاف تاعك F سنة F دو X واش تساوي X زايد 1 تقسيم X زايد 2 صح. هذا كله تحضير يا جماعة الحوايج اللي جايين جايكم بأربع دروس اللي فهم سلسلة المراجعة هذه أربع دروس راح يضمن راح يضمن هذا الأمر اللي نحتاجه سير إشارة حساب من بعد في لي باك. إذا أنا واش اللي لازم ندير؟ ندير جدول إشارة. عندك هنا قيم X X زايد 1 وهنا X زايد 2 ومن بعد الكسر f دو x. اذا ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه. هذا وين يتعدم في الناقص واحد وهذا وين يتعدم في ناقص اثنين. نحطهم مرتبين عدد السالبات ترتب بالاكس هذا تعود تعكسهم تجي ناقص اثنين بعد ناقص واحد. ناقص اثنين يعدم المقام معناتها راح يهشر الكسر. ناقص واحد يعدم البسطه ها واش معناتها؟ معناتها راح يعدم الكسر. إشارة في الدرجة الأولى جماعة ختامنا عليها عكس نفس هنا زايد هنا واش راح تجي ناقص ناقص ومن بعد زايد هكا. هنا عندي زايد هنا واش راح تكون ناقص ومن بعد واش زايد زايد. ما هي إشارة الكسر؟ هي إشارة الجداء. هنا واش راح نلقى زايد وهنا ناقص وهنا زايد. اسكو الإشارة هذه هي نفس الإشارة تاع البيان تاع جدول التغيرات هذه قارنها مع هذه قامها مع هذه هي بعدها هي بعد. هذا الدليل باللي الخدمه تاعك بكل راهي صحيحه ممكن حتى غلطه. نرفض دوكا الانشاء. الانشاء مثل المستقيمات المقاربه والمنحنى على معلم متعامد ومتجانس. شوف الانشاء يا جماعه خلينا نجدو نحتاجو انشاء ماذا بك حط كلش قدامك. الانشاء وشو مستقيمات المقاربة اللي عدات عليك؟ قال عندنا إكس باختصار إكس يساوي 2 هذا واش بيه؟ شاقولي. عندنا إيكغيك واش يساوي لنا؟ واحد هذا أفقي. واش عندنا ثاني؟ عندنا نقاط تقاطع أ صفر نص هذي تخرجها في الرسم وعندي بي ناقص واحد صفر هذي ثاني تخرج في الرسم. ها الإنشاء ها هو المنحنى تاعكم كيف راح يجي. دوك نتحققوا من صحة النتائج السابقة. هل يوجد تناقض مع الرسم؟ لا.
ركز. ها هو معلم متساوي عنده متر جنس او اي جي اف دو اكس هنا اكس. نبدا اول حاجه بالمستقيمات المقاربه اكس يساوي اكس يساوي ناقص 2 هذا اكس يساوي ناقص 2 واش تعني ان ايغريك يساوي الواحد ايغريك يساوي الواحد زدني نقاط تقاطع شوف اصطلاح جماعه ما يغلطوكمش الصفر ما تقراش هنا اكس هذا اكس صفر ما تقراش قول لي ايغريك يساوي نص ما مصغرتش في التمثيل الايغريك هو اللي يساوي نص هذه هي النقطة A زيد هنا الـ X يساوي ناقص 1 هاي البي تاعك هاي البي X يساوي ناقص 1 هذه هي البي تاعي هذه هي البي هذه هي البي سي بون راه بدو كتبع جدول التغيرات بجوار ناقص ما لا نهاية نبدا بالتقارب مع واه مع الواحد نبدا بالتقارب مع الواحد ها بجواب ناقص ما لا نهاية هذه ناقص ما لا نهاية هذه هي هذه تبدا بالتقارب مع الواحد يعني تكون قريب للواحد تكون هنا ها الدالة تاعك هي متزايدة الدالة تاعنا راهي متزايدة هنا الدالة متزايدة على اليسار ناقص 2 النهاية واش هي زايد ما لا نهاية هاي 2 شرحناها في الفيديو السابق يسار ناقص 2 زائد ما لا نهاية هذه زائد ما لا نهاية تاعنا مش مكتمة تكتبها هنا اسم الدالة تاعنا زي ما راح تكون متزايدة ها متزايدة فوالا بالنسبة لهذه بالنسبة لهذه الحقيقة هنا باه يكون نص دقيق لازم المسافة هذه تكون قد هذه ها دابا يحاسبوكمش خلاص على الرسم هاكم بعد ذلك صح هنايا يمين ناقص 2 من البداية من ناقص ما لا نهاية ها هاي ناقص ما لا نهاية وبجوار زائد ما لا نهاية غنخلصوها بالتقارب مع الواحد ها الواحد تسمى الدالة تاع المنحنى تاعنا هاكا راح يجي الدالة تاعنا متزايدة ها تشمل النقطة بي وتشمل النقطة ا ونخلصوها بالتقارب مع واش مع الواحد هذه الدالة جماعة قلنا هاي تناظرية ا بي ما يجيش كون سخون فوالا هنا دالة تناظرية لازم اجمع المسافة هذه تكون قد هذه يعني هذا مركز صامة ضربة نهضرو فيه هذه النقطة أوميغا باش نقولو عليها مركز صامة ضرب لي سي اف سي بون هاي راح نتحققو جماعة من خدمة سنة دو أ زد ركز بدا هذه مجموعة التعريف وطلع لي ما هي مجموعة التعريف الدالة هذه هي ا معدا ناقص 2 لوجود تقطع في المنحنى عند ناقص 2 هذه الأولى صحيحة النهايات بجوار ناقص ما هي كم تساوي 1 يسار ناقص 2 زائد ما لا نهاية يمين ناقص 2 ناقص ما لا نهاية بجوار زائد ما لا نهاية كم تساوي 1 هنا تانيك صحيح ما هو اتجاه التغير تاع الدالة اف الدالة تاعنا متزايدة تماما تسمى المشتقة تاعنا واش بها موجبة موجبة هاي متزايدة متزايدة تماما تسمى المشتقة تاعنا موجبة ما هي الإشارة تاع اف شوفوا معايا إشارة اف من ناقص ما لا نهاية حتى النقطة هذه اللي هي ناقص 1 ناقص ما هي ناقص ناقص ما لا نهاية عفوا ناقص 2 المنحنى خي فوق تسمى الإشارة واش بها موجبة هاي موجبة عند ناقص 2 كاين تقطع هاي تقشيرة كاينة منها ومن ناقص 2 حتى ناقص 1 زي ما الإشارة من ناقص 2 ناقص 1 زي ما الجزء هذا اللي بلك هذاك الإشارة تاعو هنا سالبة يعني المنحنى تسمحوا في فاصل إشارة سالبة هاي سالبة هاي كاينة منها الدائرة هذيك هي هذي هيك قرا لي الفاصلة تاعها الفاصلة تاعها هنا واش هي ناقص 1 هاي ناقص 1 كاينة منها ومن ناقص واحد راح حتى زايد ما هي المنحنى ولا فوق تسمى الإشارة تاعو واش بها موجبة تسمى هكا هذه موجبة وهنا سالبة انعدام موجب معناتها ما كان حتى تناقض الخدمة تاعك بكل راهي صحيحة وكفاية مش قاعد دير داكور عاودوا لنا جماعة المسألة هذه نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله مع دلة أصعب من هذه السلام عليكم ورحمة الله
Never lose hope when everything's cold and silent. See the